السلام عليكم، صباح الخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم مع فيديو جديد. انا مازال كاينه في دارنا، شوفوا بعد البلاصه فين كنت ناعسه. يلا كنت مكسله تمايا وحاطه حدايا لارونش والشارجور. كيما كتشوفوا بعد اليوم صباحا، يعني هاد الصباح ما كاينش الجهد نهائيا لشي حاجه. لحقاش البارح فاش كنا فاطرين في حدا البحر، صراحه ما عولت وما ديتش معايا الحوايج ما نلبس نهائيا. ضربني البرد مزيان، صافي داكشي علاش اليوم صباحا مريضه عيانه، ما قادره ندير حتى شي حاجه. ولكن اكيد غادي نصاوب شي حاجه هكذا الفطور، واكيد غنشاركها معكم، يعني ما يمكنش ما نشاركش معكم شنو هما الحويجات اللي غادي نفطروا بهم. هذا ما غتسمعوا بعد الهضره ديالو، خلاه في التحت كيلعب مع غيزلان، وانا جلست هكذا نرتاح شي شويه. ويلا هني تحطيت لكم الفيديو ديال البارح. تعطلت شي شويه كما قلت لكم، لحقاش صباحا عيانه. صافي هاد النهار ما عنديش شي بروغرام ولا شي حاجه، حيت غندير الفطور. حاجه وحده اللي عارفه انني غادي نمشي للحمام مورا الفطور. هادي هي الحاجه اللي غادي تصحصحني وغادي تعطيني هكا غادي نغير شي شويه. كما كتعرفوش كتكونوا عيانين كتبغيو هكا انكم تبدلوا شي شويه، داكشي علاش غادي نمشي للحمام اليوم في العشيه. صراحه شحال هذا ما مشيتش ليه، وقلت اليوم غادي نمشي ليه. هاد النهار البنات مشي واحد الحاجه، الا قلت لكم بعدا غادي تضحكوا عليا، ما عرفتش بحالي نتوما ولا لا. بصراحه شحال هذا ما كليتش انايا كسكسو، واليوم ما مشهيه بحالاش. قلت الوالده ديالي والو دير لينا كسكسو، ديجا كانت دارتو ديك المره فاش كانوا البنات هنايا، ولكن انا ما كنتش معاهم، داكشي علاش بقى ليا بقى محفور بين عينيا. بغيت غير امتى هكذا نتجمعوا وناكلوه. المهم ما عرفتش واش غدير ولا لا. المهم اكيد الا دارتو غادي نشاركوا معاكم. ودابا غادي نخليكم، دابا غادي نمشي باش نهبط للكوزينه ونشوف شنو غنوجدوا للفطور. مازال قلت لكم ما دايره حتى شي حاجه في راسي، ما عارفاش اشنو كاين. غنهبط عند غيزان نشوف شنو غادي نديروا للفطور، الا درت شي حاجه اكيد غنشاركها معكم. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. قبل ما نمشي للكوزينه بغيت غير نهضر معكم في واحد الموضوع. دخلت القنوات اليوم وشحال هذا كانوا البنات صيفطوا لي في الانستغرام، قالوا لي دخلي لواحد القناه، المهم بلا ما نقول الاسم ديالها، شي قنوات جالسين كيهضروا وكيجبدوا اسرار عباد الله وكيهضروا على الناس، وانا وحده منهم اللي هضروا عليا في هذيك القناه. ما عرفتش اصلا حتى شكون هما هادو، شنو تيقولوا. تيقولوا راه فاطمه طلقات، راه ما بقاتش مع راجلها، راه كاينه في دارهم، راه ديما جالسه في دارهم، راه غير كتمثل عليكم، راه غير ما عرفتش البنات هاد الناس اشنو بغاو ما عرفتش، الله اعلم. كيجيبوا شي هضره، كيقولوا شي هضره ما عرفتش منين جابوها. انا اول حاجه بعدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا وراجلي بخير وعلى خير، ما بيناتنا حتى شي حاجه، ما كاينش شي سبب لي علاش غنطلقوا. واكيد اي دار فيها مشاكل وفيها يعني لما كانوش دوك المشاكل البساط اللي كنحلوهم بالعقل، راه ما غاديش يكمل هذاك الزواج وما غاديش تكون حياتكم هي هذيك. انا بغيت غير نقول كلمه واحده لهذوك البنات اللي تيقولوا هاد الهضره، يعني كون كنتي اختي انتي بلاصتي ما غاديش تقولي حتى هاد الكلام. الحمد لله عطاني الله راجل الله يعمرها دارهم، الله يعمرها دار، يعني عايشه حياتي بخير وعلى خير، ما كنجبد حد، ما يعني كنعطي وجه لحد داخله سوق راسي، دايها في خدمتي وفي داكشي اللي كندير وصافي. يعني ما عنديش شي هدف اخر في هاد الحياه من غير انني نعيش بخير، ما ندير شي حاجه اللي تغضب الله، ونعيش حياتي انا وراجلي وولدي كما بغيت. انا البنات السبب علاش كنكون في دارنا بزاف، راه قلتها لكم مرارا وتكرارا، راجلي الحكم الخدمه ديالو كيسافر بزاف، وانا ما يمكنش لي ان راجلي ما كاينش في الدار ونبقى جالسه 24 ساعه، خصوصا ان رمضان دابا كنبغيو هكا نلمد الحباب العائله في الفطور. اولا عائله راجلي اولا عجوزتي هي ساكنه حدايا قريبه لي، يعني الدار حدا الدار، غير هو حتى هما ما كيكونوش دائما في الدار. بعض المرات هي راه كاين عندها وليداتها، كتمشي عند وليداتها، يعني كدوز اغلب الاوقات عندهم، يعني ماشي دائما اننا كنتجمعوا. فاش كتكون راه ضروري كنتجمعوا وكنكونوا هكا مع بعضياتنا، ولكن فاش ما كتكونش ضروري حتى انا خصني نجي لدارنا نجلس فيها، وهذا بين ما يجي راجلي منها. حتى لو وقعت شي حاجه لا قدر الله هكا، عرفتوا بان ادم مازال صغير، لو وقعت شي حاجه بالليل او لا مرض ليا او لا شي حاجه، نلقى شي حد في جنبي اللي غادي يعاونني او اللي غادي يجري معايا، عكس انني الا كنت بوحدي في الدار ما غاديش نعرف حتى اشنو غادي ندير.
المهم انا بغيت غير نقول حاجه وحده لهذوك البنات ولا هذوك الناس اللي تيهضروا في اعراض ناس اخرين وبزاف الهضره يعني ما كاينلاش نجبدوها. الله يهديكم، ورا رمضان هذا ورا العواشر هادو بنادم يحترم راسو شويه ويدخل سوق راسو، كل واحد يديها في داكشي اللي كيدير، واللي عنده شي كلمه زوينه يقولها، اللي ما عندوش يسكت حسن ليه. انا هادشي اللي كان اللي كيبان ليا. صافي البنات، هاد النقطه اللي بغيت نشرح لكم واللي بغيت نوصل لهذوك الناس اللي تيقولوا هذيك الهضره، لحقاش انا قريتهم هكذا بعيني هذوك لي كومونتير جاني الضحك، والله العظيم جاني الضحك. شي كلام تافه، شي كلام ما عندوش معنى، ما عندوش قيمه نهائيا. المهم سمحوا لي على هذا التدخل، واخا طولت عليكم في الهضره، ودابا يلا نشوف شنو غادي نوجدوا. دابا البنات يلا دخلت الكوزينه وجيت باش نشارك معكم واحد الكيك اولا واحد الكيكه ديال الطبقات. هاد الوصفه درتها تحت طلب ديال جوج ديال البنات اللي كانوا قالوا لي صايبه لينا هكا شي كيك يكون بارد كيتكال بارد وفي نفس الوقت شي حاجه اللي سهله واقتصاديه. اول حاجه بعدا عندي هنايا عندي ثلاثه ديال البكيات ديال الهيرنيس اولا البسكوي، اي بسكوي عندكم البنات ماشي بالضروره تستعملوا هذا اللي درت انا اليوم، استعملت هذا بصراحه، هذا كيكون زوين وعند واحد المذاق اللي لذيذ وكيجي هكا فيه واحد التكرميله، واخا كيبقى واحد المده طويله كيبقى ليه ديك التكرميله ديالو. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي بسكوي غير هو ما يكونش ديال الشوكولات، يكون غير هكا بسكوي ناشف. خديت ثلاثه ديال الباكيات من هاد البسكوي وطحنتهم بحال هكا. المهم راه باقي فيهم شي طريفات كبار شي شويه، ماشي بالضروره انه يجي مطحون 100%. دابا غادي نزيد عليهم. عندي هنايا ذوبت ثلاثه ديال المعلقات ديال الزبده العاديه. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نكب هاد الزبده فوق من هاد البسكوي ونحاول نخلطه بحال هكا. باش يجيني بحال واحد العجين من الفوق. نحاول نستعمل يديا من الاحسن باش نتحكم في القوام ديالو. خصكم تبسوه مزيان هاد البسكوي يجي شارب هذيك الزبيده اللي عندكم. غادي نزيد مازال شي شويه يعني تقريبا خدا ليا من 3 حتى 4 المعالق ديال الزبده مذوبين. بحال هكا كيجي كما كتشوفوا، كيجي عاقد شد فراسو. دابا غادي نديرو في المول ديالي. هنايا عندي المول اللي غادي نستعمل، انا اختاريت هذا اللي كيتحل لحقاش كيجي ساهل في الخدمه كيعاونكم. دابا غادي نحاول هكا نسرحو مزيان ونقادو على شكل طبقه وحده. وضروري تضغطوا عليها البنات مزيان باش يجي مقاد ليكم في المول. ناخذ واحد المعلقه نحاول نقاد بها هكا مزيان مزيان هاد الجنيبات اللي كيكونوا عندي طالعين. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى نقاد مزيان هاد البسكوي ديالي، عاد من بعد ندوز للطبقه الثانيه اللي غادي نصايب معاكم. بالنسبه للكريمه الثانيه اللي غادي نصايب اولا الطبقه الثانيه اللي غنصايب معاكم، عندي هنايا 4 ديال اليوغورت الطبيعي، اي يوغورت عندكم المهم ما يكونش فيه نكهه. عندي واحد ساشي ديال الفاني، عندي ساشي ديال حليب وبرا تقدروا تستعملوا اي نوع اولا اي ماركه عندكم. وهنايا عندي 4 ديال الفرماج المربع، وعندي اكيد سكر سنيده. اول حاجه غادي نديرها ناخذ هكا الخلاط الكهربائي ديالي، غادي نضرب فيه هاد المكونات كاملين. غندير اليوغورت هو الاول. هاد الكريمه البنات كتجي لذيذه بزاف وسهله، كما قلت لكم يعني ما فيها لا كريم شونتي لا حتى شي حاجه، غير بيوغورت كيعطينا نفس القوام ديالها.
غادي نجيو هذا الرباب بعد ما درت هذاك يوغورت ديالي. دابا غادي نزيد هاد ساشي ديال الحليب وغبره تقريبا كيعطينا كاس ديال العلبه. دابا غادي نزيد هاد ساشي ديال الفاني من بعد غنزيد 4 المعالق ديال السكر سنيده تقريبا كاس كبير ديال العلبه حتى هو. اخر اضافه هي هذا الجبن المربع اولا تقدروا ديروا حتى الجبن العادي الى عندكم. غندير 4 ديال المربعات ديال الجبن. غادي نخلط هذا الشيء كله في الخلاط الكهربائي مزيان حتى يتجانسوا لي هاد المكونات مع بعضياتهم، عاد من بعد نضيفهم على ديك البسكوي اللي صايبنا في المول. من بعد ما خلطت هذيك الكريمه ديالي البنات هكذا كيجي القوام ديالها، كتجينا هكا جاريه شي شويه لحقاش ضربنا داك اليوغورت في الماكينه ضروري انه كيجرى. دابا غادي نزيدو فوق من هاد البسكوي اللي صايبنا، نحزها هكذا شويه باش يبان لكم. نحاول نصيبها بحال هكا بالمعلقه باش تجيني مقاده صافي. من بعد غادي ندخلها الفران البنات، غادي نشعل ليها غير الفوق، كنأكد عليكم انكم تشعلوا ليها غير الفوق ما تشعلوش لتحت حتى تبان لكم هاد الكريمه. ديروا عليها هكا تقيسوها بصبعكم تبان لكم راها ناشفه، يعني تبان لكم هاد الفوقاني راه قساح، هي راه ما كتحمر ما حتى شي حاجه، كتبقى هكذا بيضاء، غير هو ملي كتبسوها ما كتبقاش تلصق معاكم. صافي ديك الساعه كتكون طايبه وجاهزه وغادي نجبدوها من الفران. ودابا البنات غادي نصيب الطبقه الثالثه ديال هاد الكيك ديالنا. هنا عندي نص لتر ديال الحليب، عندي واحد ساشيه ديال الفلون كراميل، تقدروا ديروا اي فلون بغيتوا، يا اما شكلاط يا اما فريز اي حاجه بغيتوا. دابا غادي نزيد واحد 3 د المعالق كبار ديال السنيده، غادي نزيد عليهم هذيك الساشي ديال الفلون، انا درت غير ساشي صغير. غادي نخلط هذا الشيء كله مزيان بحال هكا حتى يذوب لي ديك السنيده مزيان، عاد غادي نديروهم من فوق البوطه. غادي نخليها تحليب حتى يغلى ليا، يعني تبان ليا راه طلعت معاه الغليه، نخليه حتى يدفى عاد من بعد نكبو على داك الخليط ديال الكيك ديالي اللي اكيد خرجته من الفران، غنخليه حتى يبرد حتى هو عاد نكب عليه هاد الفلون ديالي. من بعد البنات ما غلى ليا هكذا داك الحليب ديالي والفلون، دابا غادي نزيد عليهم واحد دانيت. بالنسبه لهاد دانيت غير اختياري الا بغيتو ديروه، يعني الا ما بغيتوش تقدروا تكتفيو غير بالفلون هكا والحليب، انا غادي نزيدو لحقاش كيعطي واحد النكهه زوينه مع الفلون تاع الكراميل. ندير واحد وغادي نحاول هكا نخلطو مزيان نفربو وسط هاد الفلون. ودابا الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا، كما قلت لكم راه ما تخليوش حتى يتحمر، انا غير تحمر لي واحد شويه من الجنب، تخليوه غير هكا يبقى ابيض، كتمسوه غير بحال هكا تيبان لكم راه ما كاين حتى شي حاجه، صافي كيكون واجد. دابا غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نحاول نكب هاد الكراميل غير باش ما تكبش ليا ديك الكشكوشه من الفوق.
وصافي دابا غادي ندخلو للثلاجه، غادي نخليها حتى تشد راسو مزيان، عاد من بعد نخرجو ونوريكم كيف غادي يجي. وهذا البنات كما كتشوفوا هنايا واحد الطويجين ديال الحوت صيباتو غزلان، صراحه كيبان لذيذ. هي كتصرع الطويجنات هكا ديال الحوت، درت فيه هنايا شويه ديال الحوت والخضيره من التحت وشويه ديال المطيشه والفلفله والحامض والزيتون اكيد ديال الدار. صافي دابا يلاه شعلت ليه وخلاتو كيطيب على عافيه مهيله، غنخليوه حتى يطيب مازال تقريبا شي جوج سوايع هكاك على الاذان. انا يلا حطيت داك الكيك في الثلاجه باش يشد ليا راسو مزيان ويعقد، وبين ما يطيب هاد الطويجين ونوريكم ديك الساعه الطبله ديال الفطور كيفاش غادي تجي. هكذا كتجي البنات الطبيله ديال الفطور ديالنا. هنا درنا شويه ديال العصير وهادو مملحات ديجا كانوا في الفريكو هكا وسخناهم. ها هي ديك الحلوه من بعد ما بردت ليا مزيان خرجتها من الكونجيلاتور ولا من الثلاجه، بصراحه جات لذيذه بزاف وشي حاجه منعشه في هاد الوقيته ديال الصهد، كنبغيو شي حاجه اللي بارده نفطروا بها. وداك الطواجين اللي صايبات غزلان بصراحه جا معلك ولذيذ، واكيد شويه ديال الحريره والتمر والشباكيه. وبالصحه والراحه فطوركم. ودابا البنات انا رجعت لكم من بعد ما فطرنا وجمعنا الدار، اكيد غسلنا دوك المعينات جمعنا علينا الروينه. دابا غادي نمشي للحمام، وقبل ما غادي نمشي اول حاجه بعدا بغيت نشاركها معكم هما الوصفات اللي كندي معايا للحمام. بصراحه كل مره وشنو كندير، بعض المرات كندير هكا وصفات ديال الشعر، بعض المرات وصفات ديال اللحم، ولكن هاد الوصفه اللي غادي نشارك معكم هذه دائما كنديها معايا للحمام هكا ما كنستغناش عليها، زوينه بزاف كتحيد لكم دوك الخلايا الميته اللي كيكونوا في الجسم ديالنا ودوك الاوساخ وداكشي كلشي كيتحيد، وحتى دوك التصبغات الجلديه اللي كيكونوا عندنا تقريبا كلشي كيتحيدوا مع المداومه ديال هذه الوصفه. المهم اول حاجه عندي في هذه الوصفه عندي هنايا الكميه اللي غادي تقدكم ديال الحنه، غير هي الحنه البنات ماشي هذيك اللي كتباع في الباكيه، ضروري تكون هكا الحنه ديال الدار ديك اللي كتكون مدقوقه هكا في الدار ومصفيينها، هذيك اللي كتكون مزيانه وكتعطيكم النتيجه اللي هي زوينه. غير هكا بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هذيك، حيت كاينين بعض الناس اللي ما كيقدروش يلقاوها هكا كتباع يقدروا يستعملوا الاخرى، ولكن الا لقيتوا هذيك المدقوقه يعني كان احسن. المهم هنايا خديت الكميه اللي غادي تقدني، غادي نزيد ليها تقريبا معلقه ديال الاداد، راه معروفه البنات هاد الاداد، غتمشيو غير عند العطار تقولوا لي عطينا اداد غادي يعطيه لكم، تقدروا تاخذوه مدقوق اولا تاخذوه عواد هكا وانتوما دكوه. وثاني حاجه ناخذ واحد المعلقه عندي هنايا العكر الفاسي، انا كنحتفظ به هكا في هاد البلاستيكه لحقاش كتعرفوا هو دغيا كيمشي هكا مع الريح اولا كنحتفظ به انا في هاد البلاستيكه. دابا غادي ناخذ منه تقريبا الراس ديال المعلقه بحال هكا، وغادي نعصر عليه نص حامضه، نحيد ليها هاد حيد ليها دوك العظومه اللي فيها. دابا البنات من بعد ما عصرت هاد الحامضه هادي ما غاديش نلوحها، مازال غادي نستعمل هاد يعني هادشي اللي بقى ليا هكا في الداخل ديالها غادي نخليها على جنب، غير هو غادي نستعمله في الوصفه الثانيه ماشي هاد الوصفه. دابا غادي نخلط بشويه ديال الماء وغادي نخلط هكذا، نحاول نديرها تكون جاريه شي شويه يعني ما تكونش ثقيله. هاد الخلطات البنات رائعين والله العظيم الا زوينين بزاف في الحمام، تيعطيونا واحد اللون اللي زوين في اللحم ديالنا، وفي نفس الوقت كيحيدوا لينا دوك الخلايا الميته اللي كيكونوا عندنا. صافي غادي نستمر بحال هكا تنخلط هادشي كله حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون سائل كيجينيش هكا عقد، وصافي. ودابا غادي ندوزو للخلطه الثانيه اللي غادي نشاركها معكم. بالنسبه للوصفه الثانيه البنات اللي هي كتصلاح المناطق الحساسه هكذا،
الناس اللي كيكونوا عندهم تصبغات ديال الجلد اولا دوك الخلايا الميته اللي كتكونوا لينا كما كتعرفوا كيكونوا بعض المرات في اليدين اولا في الرجلين اولا بزاف ديال الحوايج. هنايا غنشارك معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف وانا كنديرها شخصيا وعطاتني مفعول اللي زوين، اللي هي اول حاجه فيها هنا عندي المايزينا اولا دقيق الذره، وهنايا عندي يوغور طبيعي، وهذيك الحامضه اللي عصرنا بقى غير داك اللب ديالها من الداخل هكا غادي نستعملها حتى هي. اول حاجه غادي ندير نحاول ناخذ معلقه من هاد النشا، بقى فيه وقيل استعمال واحد هاد النشانيت. تقريبا معلقه غادي نزيد ليها معلقه ديال يوغورت طبيعي. صافي دابا غادي نخلط هادشي كله مزيان بحال هكا، تيعطينا واحد الكريم اللي هكا مجموع شي شويه. من بعد ما خلطت البنات هذاك الخليط هكذا كيجي القوام ديالو، تيجي بحال شي كريم. بالنسبه لطريقه الاستعمال كيفاش كنديروه، كناخذوا هكا شويه من هذا الكريم وكنديروه على البلاصه مثلا على فوق اليد اولا البلاصه اللي عندكم فيها مشكل، وكديروه وكتخليوه لمده 10 دقائق حتى كينشف، يعني كديروه كبحال هكا. ونجرب لكم على يديا، كتخليوه لمده ديال 10 دقائق حتى كينشف لكم هذا الكريم من فوق اليدين ديالكم. عاد من بعد كتاخذوا هذا الحامض هذا وكتبقاو ديروا هكا، يعني بحال كتفركوا ولا كديروا بعض الحركات الدائريه بحال هكا لمده ديال 5 دقائق حتى كتحيدوا مزيان هذاك دوك الشوائب ودوك الخلايا الميته اللي كيكونوا في الجسم ديالنا. ضروري تفركوا البنات مزيان بهذه الطريقه. عاد من بعد كتشللوا هكذا بالماء. هاد المرحله اولا هاد الماسك كديروه من بعد ما كتساليو الغسيل ديالكم، يعني نهائيا كيكون الجسم نظيف ما فيه حتى شي حاجه، يعني حتى كتساليو التدوش ديالكم عاد كديروا هاد المرحله. صافي من بعد كتشللو هكذا بالماء وكتداوموا عليها تقريبا المده ديال مره في الاسبوع. مثلا الناس اللي كيمشيو للحمام هكا مره في الاسبوع كتعطي نتيجه فوريه البنات، والله العظيم صدقوني زوينه بزاف. صافي دابا غادي نمشي باش نجمع هاد الروينه ونجمع هاد الوصفات اللي صيبت. ديجا راني جامعه الحويجات ديالي وغادي نمشي للحمام. نتلاقى بكم من بعد ما نرجع للحمام. لحقاش فهاد الوقيته كنت يلاه جيت من الحمام وجيت هكذا باش ننشف شعري. ضروري البنات تنشفوا شعركم من ورا الحمام، ما تخليوش هكا مجموع وفازق. انايا بالنسبه ليا الا ما نشفت شعري كيضرني راسي، ما عرفتش علاش، واش نتوما بحالي في هاد القضيه او لا. ديجا قلت لكم بلي راه هاد النهار مشي هي كسكسو كنت باغا ناكلو وباغا هكذا نصايبو، ولكن يعني ما قدرتش مازال ناكل شي حاجه بصراحه مورا الفطور. صافي فطرت مزيان ومشيت للحمام، ملي رجعت شربت غير واحد الكاس ديال العصير. صافي لقيت راسي شبعانه، يعني قلت بلاش ما نديرو اليوم كسكسو، حتى الغدا ان شاء الله اكيد نهار الجمعه يقدر غادي نديروه. وصافي هنايا كندهن الشعر ديالي بهاد السيروم ديال سيوس. بصراحه هاد السيروم ماشي ديالي غير ديال اختي، لحقاش انا ما كنتش معوله نجي للحمام ما جبتش معايا هكا السيروم ديالي، ولا حتى اغلب لي برودوي جبت معايا غير الحويجات اللي تيكونوا هكا بسط كنقدر نهزهم في الصاك ديالي. هنا غنرطب الوجه ديالي بواحد لاكريم ايدغاتونت، من بعد غنرطب اليدين ديالي حتى هما بواحد لاكريم. اي كريمه البنات ضروري الترطيب من ورا الحمام راكم عارفين. بالنسبه للجسم ديالي درت الحليب ديال لاكيغ وصافي هنا كيسالي النهار ديالي. كنقول لكم بالسلامه عليكم.